البلدية تبقى ديما تقوم بنفس مهامها كيما الأمن الجمهوري بعيد عن التجاذبات السياسية. هاو شوف سلو شكون يحدد احنا جينا شكون يحدد بالخير؟ ملا فرنسا البلدية نتاعهم ماهي جمهورية. اسمعني ماهي جمهورية انت عارف بالأغلبية فرنسا نقص عايش تقارن برشا بفرنسا. علاش نقص؟ غدوة راه باش يبدأ عندك مجلس ينجم تقارن بفرنسا أغلبيته نهضوية. لا مش نفس النظام الانتخابي. ما يجيش نهضة قدام دارك أنت لأنك أنت ماكش نهضوي. مش مش توصلوا له احنا هاي الغلطة اللي عملناها. هذا رجم بالنوايا اللي قاعد تعمل فيها. لا مش راجل هذا واقع نعيش ترجم في 30% من التوانسه بالنوايا النهضويين راهم التوانسه يا ولدي اختاني من الدستور الشعبوي هذا الشعبوي كيما كان عملها النهضه كيما كان نجم يعملها اليساري مش اليساري ولا اللي عملها التجمعي مش اليساريين والتجمعيين اللي رموا الزبله على الاتحاد في على هذيك عركه اخرى. اما احنا يا سيدي وليد الغلطه اللي صايره شنو هو؟ نحبوا نعطيه حكم محلي قوي وقت اللي ضربنا ودمرنا الدوله المركزيه. انت تعطي حكم محلي وقت يبدا عندك المركز قوي. احنا ضربنا الدولة اليوم وضعفنا المركز وقلنا للأطراف خذوا الحرية التامة أمام المنطقة.